أين الملوك التي كانت مسلطانة حتى سقاها بكأس الشعب ساقيها وعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طيناتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى من عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الجار من يشتري الدار فمن يشتري الدار في الفردوس يامرها بركعة في ظلام